كنطالبوا الحكومه ما تدخل لنا في هذه الردال هذه. راه الناس عنده ثلاثات البيوت، ثلاثات البيوت وثلاثات البولات، كيخلص 380 فرانك وانا واحد منهم، انا واحد منهم. الا بغيتوا نجيبوا لكم فاكتوره نجيبوها. راه جا عار عار على هذا الانسان، هذا الرجال هادو اللي مدايرين لنا الفضيحات. حنا قمنا بهذه الوقفه بناء على طلب الساكنه بانهم راه تعرضوا لواحد نقدروا نقولوا واحد الحيف من هذه الشركه اللي هي ريدال. راه كتلقى واحد مسكين عنده في لاسول ديالو 1000 درهم و1500 درهم، وكتجي 1500 درهم النيت في الموضوع ديالو باش بغيت يكمل الشهر ديالو. حنا بناء على طلب هاد الساكنه حنا كنجيو ندو معاهم ووقفنا معاهم واثرنا لهم هذه الوقفه هذه من اجل ان صوتهم يوصل للمسؤولين، عسى ولا وعسى انهم يشوفوا من جهتهم ويحاولوا انهم يداركوا الموقف ويحاولوا يراعيوا لهاد الجيوب لهاد المواطن البسيط. انا امراه ارمله كنشد 20000 ريال في التقاعد ديالي، كنخلص منه 12-13000 ريال ديال الموضوع وشي مرات اكثر. كنحيدوه من المعيشه ديالنا، ما عندناش باش نكونوا مخدامه مردامه جالسه في الدار ومريضه، وعندي الروماتيزم وعندي الهشاشه في العظام، وهكاك تنسبقوا ريدال لان الا ما تخلصناش كتقطع لينا الموضوع، كتقطعوا علينا وكتخلينا جالسين ما عندناش من غادي نجيبوا الماء. كنوليو شي كيطلب من عند شي سطيل يجيبوا من عند شي واحد اللي بعيد عنده الماء ديال الضوء او من عند الجيران. حنا هاد الشيء راه بزاف علينا، كنطلبوا من الله وجلالة الملك يدير لنا شي حل في هاد الريضال هذا، راه تكرفص علينا وتكرفص على الضعفاء. ها هو نعم سيدي 1000 درهم في الشهر. بسم الله. 1000 درهم ها هي 1000 درهم 1000 درهم، كاسه ديال الناس في الدار، واللي بغى يعاين داك الشيء يلاه يمشي معايا دابا للدار ونشوف شكون اللي كاين. الكاميرات ها هو كاسه ديال الناس، ها هما 3000 درهم في الشهر. هذا منكر، هذا ماشي هذا، هذا منكر. من ثلاثة الناس اللي ما درهم شي عندهم أربعة ولا خمسة، هذا منكر هذا. ها يا سيدي ها هي 1000 درهم في الشهر كتجي ثلاثة الناس. جيت الشهر الأول قال لك العيد والمناسبة ديال العيد، ها هو الشهر الثاني عاوتاني ها هو. جيت عنده قال لي صافي، ها هو جيت قيدت لي اللي عندي في الكونتور، جيت قال لك سير خلص، قال لك سير خلص وازميتو. ها هي ها هي 1000 درهم ثلاثة الناس يمشي معايا دابا شي واحد يشوف شنو عندي في الدار. راه بحال بداو تدريجيا داروا كنخلص ما كنفوتش 500 درهم، نهضروا في الواقع 600 درهم 700 درهم 800 درهم حتى ولات 1000 درهم. دابا هذه شهرين 1000 درهم، من 700 درهم وصل ل 1000 درهم، دابا ها هي كل شهر 1000 درهم 1000 وزياده. ثاني حاجه الاخوان هو اللي خطير، وهو اللي طرونش دائما كنشوفوا الطرونش الرابع، الطرونش الاول والثاني والثالث والرابع كامل كيتحسب لينا الماء على الرابع. اذا كنجيو نشوفوا حنا اليوم بان شركه ريدال ما خدامهاش على المواطن، بالعكس هي كتنهى بجيوب ديال المواطنين. وتحيه لهاد الناس وتحيه نضاليه. المواطن راه مبخور. كاينين شي حوايج دايرينهم من هنا اكثر من داكشي اللي استهلكنا حنايا، النص ديالو ولا اكثر كنخلصوه ما فهمناش هاد الفائده ديالها. الطيفيه في التطهير، في الاستهلاك، في الاستهلاك، في اثارات ثابته للماء، اثاره ما اثاوه ثابته للتطهير، مصاريف الاشعار المتاخره. وانا سيدي وقتاش انا تاخرت؟ انا ما تاخرت وما ديرش ليا اخويا، دير لك 5 دراهم وصرف، راه عيب وعار. راه هاد الناس هادي راه هادي 5 شهور وبلديه حصين اللي هي تابعه للسلة الجديده راه كانوا تهرسوا بعض لونكارات اللي هما تابعين ديال الماء، وجا دخل لينا حنا طلعنا من الحشك الواد الحار وهضرنا عليه وعبرنا عليه. فوقت اننا تفاجئنا لقينا نائب العمده كيدافع على شركه، ولا لا يمكن. انت راك منتخب، انت راك شخص متطوع باش تدافع على حقوق المواطن، ماشي تجي من اجل دفاع عن بعض الشركات. لا، حنا بغيناكم تدافعوا على الحقوق ديالنا. راه شركه ريدال راه ما كذبش عليك، راه ما بقات غتحيد الحويجات للناس. راه الناس راه وصلوا لواحد المرحله، الله يحسن العوان والله يكون في العون، راه بنادم فقير لواحد الدرجه راه ما بقى خلاو له حتى ريال تاج دريال. ايوا الا كنا حنايا كمجتمع مدني كنحاولوا نديو الدور ديالنا باش ما يكونش كريساج، باش نحاولوا نوعيو شباب صغار، وهادي راه اش غادي نقول لك، راه يد وحده لا ما كتصفق. وحنايا كنوه لان صاحب الجلاله ديما في 7 الخطابات القديمه ديالو ديما كان كينوه بالمجتمع المدني، لان المجتمع المدني عنده دور كبير. وحنا اليوم كمجتمع مدني مع الساكنه جينا ندافعوا على الحقوق ديال المواطن، ديال الساكنه اللي هي مضروره. الا بغيتي تشكي خاصك تخلص عاد تشكي، هما ما تيقلبوش على شكي واجي نشوفوا عندك المشكل ديالك شناهو. سير خلص واجي تشكي، وما تجي تشكي ما يصور لك حتى واحد، ما يدير لك حتى واحد. تجي عند المدير هنا يقول لك سير عندهم لهيه، تمشي عند المدير
يصيفطك الاداره الكبيره حي مولاي اسماعيل. هادشي بزاف اخويا تخرنا فاكتوره اكثر من المواد الغذائيه ديالنا، ولا تخلصوا الضو بحال كارين حنا في ديورنا وكارين بزاف علينا هادشي. اللهم منكر اخويا، اللهم هذا منكر اخويا.